اطلع منهم يا اسطى. اطلع ازاي يعني؟ اسرق منهم يمين ولا شمال، خلي قلبك حديد واهجم على الطريق. اهجم يعني ايه يا حرب؟ بس بالطريقه دي مش هنوصل ابدا. كيس بنزين يا راجل ولا اعمل اي حاجه. انت عايز تعمل ايه؟ ايه دي سواقه؟ انا نازل هنا همشي احسن. خد الفستان هنا في البروبا. ايه الاخبار يا سامح؟ المحامي عمل ايه مع الضرايب؟ طمني. اطمني، انا رحت بنفسي مع المحامي. خفضوا المبلغ؟ للاسف لا، لكن قدرنا نتوسط لدفع جزء وتقسيط الباقي. يعني انا هدفع كام دلوقتي؟ 10,000 جنيه وال 5,000 الباقيين هيتقسطوا على سنه. طب وانا ادفع 10,000 جنيه منين دلوقتي؟ خلاص اندفع. يعني ايه اندفع؟ مالك مخطوطه كده؟ مش قلت لك انا كنت مع المحامي في الضرايب؟ يعني انت دفعتلي 10,000 جنيه؟ دفعتلي؟ لا 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 لا، الكلمه كده مش صح. مفيش حاجه اسمها انت وانا، المبلغ اندفع وخلاص. بس ده مبلغ كبير قوي. انا مستعد ادفع 1,000,000 جنيه، بس ما اشوفكيش مخضوضه كده. ممكن تبتسمي بقى؟ الشارع كله مكسر يا هاني. هو انا يعني اللي كسرته؟ معلش، البيت في اخر الشارع. وقفتي ليه يا اسطى؟ بصراحه يا هانم انا خايف على العربيه. حضرتك ممكن تتمشي الحته الصغيره دي على الرصيف. انت بتقول ايه؟ انت خايف على الحديد مش خايف علينا؟ هو انت ما اتعلمتش ان السواقه ذوق؟ معاك حق يا هانم، بس لو اتكسرت العربيه صاحبها مش هيقتنع بحكايه السواقه ذوق، هيخصم تمنها مني. وانت ما ترضيش بالظلم. يعني انا طلعت ظلمه؟ العفو يا هانم، انا عايز افهمك. انت تفهمني اخر زمن. اتفضل اطلع يا اسطى بينا على ميدان الاوبرا. ارجع البلد تاني، انا لسه جاي من هناك، عملت المشوار في ساعتين. البلد زحمة، العربيات ملزقة في بعضها، بنزين بيتحرق على الفاضي، مفيش حاجة بتتحرك. لوستا بيكلم نفسي. أيوة بكلم نفسي، من الساعة 7 الصبح لغاية دلوقتي الساعة 9 بالليل عامل 8.5 جنيه. إزاي هقدر أحاسب الراجل؟ لسه هدفع بنزين، أديله 20 جنيه صافي إزاي؟ إزاي؟ قول لي إزاي؟ ده هيحكي لنا قصة حياته. ما إحنا كمان عندنا مشاكل. وانت بس اللي عندك مشاكل؟ يلا يلا ربنا يسهل لك، اطلع بينا على ميدان القبر. انا مش طالع، مش متحرك من هنا خالص، اتفضلوا. الله، يلا يا احمد انزل بينا، ده باين عليه مجنون. مجنون؟ انا ايه اللي خلاني عملت كده؟ انت يا رأفت اللي كنت دايما تحب تساعد الناس وتخدمهم تعمل كده؟ انا اكيد اعصابي تعبانه، انا فعلا حاسس ان انا مخنوق، مش مستحمل حاجه. الراجل اكيد بيقول عليا مجنون. لا يا رأفت، لازم تستحمل، لازم تثبت لهم انك تقدر تشتغل. بس انا تعبان، حاسس اني محبوس جوه صفيح العربيه الاسود طول النهار، قاعد اشم في عدم السيارات اللي حواليا. نفسي اغمض عينيا وارتاح. يا رأفت لازم تكمل، لازم تنجح. حتى العربية نامت.
ده كله يا ماما. انتي والصبح وانتي عماله تدلعيني زي ما يكون اول مره هدخل امتحان في حياتي. لا بس امتحان بكره ده حاجه تانية، ده الليسانس. نفسي يا حبيبتي تحققي احلامك وتبقي معيده في الكليه. انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. انا مش عايزاكي تفكري في حاجه ولا موضوع يشغل دماغك الا امتحان بكره. انا بتغيبك من كل قلبي يا حبيبتي. وانا متاكده من دايما. هالة عبد الهادي المحامية. ده انا هعمل لك كفتة قد كده اهو. محامية ولا معيدة يا ماما؟ انت بتلخبطي. والله يا ماما. ومين فينا اللي هيمتحن؟ والله ما انا عارفة يا حبيبي. المهم ربنا يحقق لك كل أحلامك ويستحسن أخرج لحسن بيني إني هلخبط بجد يعني عن إذنك. بس ربنا يخليك، ممكن توصلني اصلا مستشفى العجوزه؟ ست تعبانه قوي، هتولي، اي فلوس هتقول عليها انا موافقين. فلوس ايه يا راجل؟ ملعونه بالفلوس، اتفضلي يا هانم. المهم الهانم تقوم بالسلامه. اتفضلي اتفضلي بسرعه. مستشفى العجوزه؟ مبروك لست الكل، تحياتنا وقبولاتنا للعم اسماعيل. اخبرونا بموعد الزفاف للاحمر، ابنكم منصور. مبروك يا بنتي. طبيرة الغرف الثاني. اجمل خبر سمعناه، مبروك يا ماما. تمنياتنا لكم بالسعادة. ماهر، دول ولادي وأنا عارفاهم، مش قلت لك هيفرحوا لي؟ أنا مش مصدق. إمتى جت التلغرافات دي؟ تلغراف منصور جه أول امبارح من السعودية، وقعدت مستنية تلغراف ماهر لحد ما جه النهاردة الصبح من العراق. أول ما جه جبت وجيت على طول. يعني ولادك الاتنين موافقين اننا نتجوز؟ انا مش مصدق. الله، جرى ايه يا اسماعيل؟ انت بتفكر ترجع في كلامك ولا ايه؟ اعوذ بالله، ده يوم المنى انك تكوني مراتي يا بلدانتي. بس انا ما كنتش متصور ان ماهر ومنصور هيوافقوا بسرعه كده. دول ولادي وانا مربياهم، وكنت متاكده انهم هيفرحوا لي. ربنا يخليهم لك وتفرحي بيهم دايما. ناقص ايه بعد كده؟ ولا حاجه، نتجوز النهارده. النهارده النهارده؟ ليه لا؟ هنستنى ايه تاني؟ ناقص موافقة احمد. احمد؟ احمد مين؟ احمد ابنك يا اسماعيل. انا ما عنديش ولاد. اسماعيل من فضلك ما تقولش كده، ده عمر الضفر ما يطلع من اللحم. لا، طلع من زمان، ده مش ضفر، ده شوكة. لا يا اسماعيل، لا، أنا ما أحبش أسمع منك ده. شوف يا برلانتي، إذا كنت أنت بتعرفي ولادك كويس، أنا عارف أحمد كويس. ده اللي طردني من البيت عشان يبيع الشقة. ده اللي سلط علي مراته عشان تعكنن علي حياتي. اعملي معروف يا برلانتي، ما تفكرنيش بالمصيبة دي. احنا هنتجوز النهاردة. قلت ايه؟ انا موافقة يا اسماعيل، بس احب كل حاجة تتعمل بالاصول. الصح مفيش احسن منه، واظن انت كمان ما تزعلش من الصح. يعني عايزاني اعمل ايه؟ تدي خبر لاحمد.
أنا أستأذنه في حاجة تخصني؟ أستأذنه فأن أعيش بقية حياتي زي ما أنا عايز؟ تفتكر يا برلانتي بعد اللي عمله فيه أروح أكلمه؟ ده مش ممكن أبدا. لولا العيبة كنت رحت له أنا بنفسي، ده برضه في سن أولادي. اوعي يا برلانتي اوعي. أنا اللي هروح لسمير وأبلغه. لا يا دكتور. الله، أنت ما بتثقش فيه ولا إيه يا عم إسماعيل؟ لا سمح الله يا دكتور، بس أنا عارف أحمد ابني وخايف يقول لك كلمة كده ولا كده تضايقك ولا تجرحك. ما تخافش، أنا هروح له حالا، إحنا عايزين نفرح بيك يا عم إسماعيل. حلوة النكتة دي يا دكتور. بس دي مش نكتة. لا 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 يا راجل، قول كلام غير. الله، أبويا عاوز يتجوز، الراجل ده أكيد خرب. ده الأستاذ إسماعيل؟ بالعكس. الله، راجل في السن ده وفي الحالة دي يتجوز ليه؟ وليه لا؟ ده حقه الطبيعي. حقه ولا مش حقه؟ يعمل اللي هو عاوزه. على الأقل يوفر عليا 200-300 جنيه اللي بدفعهم له كل شهر في المصحة. معقولة ده؟ في حد يبقى لسه خارج من الامتحان وليه نفسي يبص في كتاب؟ أبدا، لازم أتأكد من السؤال الأخير المعفرد ده. يعني لازم امتياز؟ شوية تواضع يا خل. كله من القر بتاعكم، ده أنا لو جبت مقبول يبقى نعمة. فعلا إنسانة غريبة. بقى كلنا نسيب السؤال ده لأنه ما هوش واضح، وإنتي الوحيدة اللي تجاوبي عليه. ليه؟ عبقرية زمانك حضرتك. أنا أصلي بحب التحدي. لما قريت السؤال ده قعدت يمكن ربع ساعة أحاول أفهم هو عاوز أني جزء من المقر، وبرضه ما عرفتش. وبعدين ما عنش عليا الوقت اللي ضاع، قررت إني لازم أجاوب عليه. ده الأستاذ بنفسه حاطط السؤال ده اختياري. طبعًا بيدي فرصة للناس المعقدة عشان تطلع الكلاكيع اللي عندها. بقى حد يسيب السهل ويمسك المعقد. بقول لك أنا بحب التحدي. وبعدين دي المادة الوحيدة اللي ذاكرتها من الجلدة للجلدة. بيني وبينك ما هنش عليا المجهود المذاكرة دي كلها، اديها في السؤالين الهايفين الأولانيين. هلا. طب أنا عندي سؤال من زمان عايز الرد عليه. ممكن؟ سؤال إيه؟ ايوه بصي بقى، بصي لي بقى البصه دي اللي بتلخبطني خالص وما بعرفش اقول ولا كلمه خالص. المفروض ان بيحصل العكس، انت اللي تتلخبطي وتتكسفي. يا ابني انا مش 100 مره قلت لك تبطل الافلام اللي انت بتشوفها دي. يا خيبتك يا ماجد، تهزق جوه الامتحان وبره الامتحان. عارف يا ماجد انا نفسي في ايه دلوقتي؟ نفسك في ايه؟ نفسي قوي اشوف خلو رأفت. عايز اقول له على اللي عملته في الامتحان، اكيد هيفرح قوي. ما عندكش فكره انا بتفائل بيه قد ايه. خالو طيب انا مستعد اوصلك لغايه هناك، بس مش هطلع معاك، اروح اذاكر لي كلمتين عشان الامتحان بتاع بكره. بقى كده على الاقل انفع في حاجه. يلا بينا. اتفضلي اتفضلي. طيب
اهلا يا بنتي، اتفضلي. متشكره قوي يا عمي. انا بس كنت عاوزه اسال على خاله رأفت. حضرتك متعرفش هو فين؟ في الحقيقه يا بنتي من ساعه ما اشتغل وانا تقريبا ما بشوفوش، اصله بيطلع الصبح بدري ما بيرجعش الا اخر الليل. ليه؟ هو بيشتغل ايه؟ بيشتغل على تاكس. تاكس؟ اتفضلي يا بنتي، مش معقول تقفي على الباب كده. لا متشكره قوي. اما رأفت ده غريب بشكل، ولا كاننا احنا قرايبه. بقى يسيب الشغل معايا انا ويسيب مكان زي ده ويروح يمرمط نفسه في الشوارع؟ طب كان يفوت عليا بالتاكسي اللي هو بيشتغل عليه ده يسيب لي خبر. حاجه غريبه جدا. متهيالي ان خاله رأفت بيمر بازمه ماليه. طب يقول لي. انت عارفه خاله رأفت اكتر مني يا سوسن، ما بيحبش يتكلم في الفلوس، مش عايز يشيل حد هموم. هو احنا غرب يا هلا؟ باين كده. يعني ايه؟ كنت متصوره ان انت اكتر واحده فاهمه خاله رأفت، واكتر واحده ممكن يلاقي عندها اجابه الاسئله الكتيره اللي بتدور جواه. يا ريت انا كان عندي الحريه ان اتكلم معاه بصراحه. انا فاهمه انت تقصدي ايه يا هلا، بس حقيقي انا حاولت معاه كتير لكن اللي في دماغه ما بيتغيرش. تصوري انا مره اتجرأت وسالته، قلت له ما فكرتش يا خاله انك ترتبط بسوسن؟ قال لك ايه؟ طبعا ما ردش وغير الموضوع. انا ورأفت اتربينا مع بعض، كبرنا مع بعض. كنت دايما ابص له على انه الشاب اللي فيه كل الحاجات العظيمه، شجاع، جريء، حساس. كان لما يرجع من الكلية يقعد يكلمني عن العمليات الجراحية اللي بيتدربوا عليها. أنا كنت أصرخ وأغطي وشي بإيديا وأقول له كفاية مش عايز أسمع، لكن هو يفضل يتكلم كأنه شاعر بيوصف لقاء غرامي. كان دايما يقول لي الطب ده أعظم مهنة في الدنيا، ما تفكريش في الدم والمشهد، فكري في الراحة اللي بيشعر بيها المريض بعد الألم والعذاب. فكري في البني آدم ده بعد أسبوع ولا 10 أيام وهو ماشي على رجليه خارج من المستشفى راجع لبيته ولشغله، فارد صدره سليم ما بيقولش آه. الله، خلاني أحب كل الحاجات اللي كان بيعملها. وبعدين؟ ما انت عارفة كل واحد راح في سكة. ولسه لغاية دلوقتي ما تقابلتوش. كفاية هالة. كل واحد مننا يا هالة بيمر بظروف، الزمن بيغير حاجات كتير قوي. وبعدين أنا جوازي قبل كده فشلي، ودخولي السوق، خوفي من الفشل خلاني ألغي حاجات كتير من مشاعري. أنا كل ما أفتكر أنا عملت البوتيك ده إزاي وخليته يستمر ويقف رغم الحرب الشديدة، أقول لنفسي مش معقول، مش معقول دي سوسن البنت المدلعة بتاعت زمان، مش معقول هي اللي عملت ده كله. أنا يا هالة دلوقتي محتاجة حد يقف جنبي يحميني
يخليني ما ارجعش لورا تاني. هلا، عملت ايه النهارده في الامتحان؟ الحمد لله. ايه هلا، حصل حاجه؟ انت اخر مره سالتي فيها على خلو رأفت. رأفت؟ ليه؟ ما فكرتيش انه ممكن يكون محتاج فلوس؟ ايه ده هلا، انت ازاي تكلميني باللهجه دي؟ متأسفة يا ماما، بس اصل اللي بيحصل ده مش معقول. محدش فينا يسأل عليه، نسيبه كده لوحده، لا عارفين اذا كان متضايق تعبان. عرفتي انه بيشتغل دلوقتي على تاكسي؟ سواق تاكسي؟ عرفتي منين؟ انت رحتوا عنده ولا ايه؟ ايوه، بس ما لقيتوش، حتى جيرانه ما بيشوفوهوش، بيخرج من الصبح ما يرجعش غير اخر الليل. اخويا انا يشتغل سواق تاكسي؟ الناس تقول علينا ايه؟ هو ده بس اللي يهمك يا ماما؟ طول عمره عامل لي زي الشوكه في الزور، وما يجيش تتقلق على طول. ليه يا ماما ما تساعديهوش؟ ليه؟ هو اللي طول عمره دماغه متلخبط وملخبطنا معاه، ثم انت ليه بتشغلي نفسك في الموضوع ده؟ رأفت كده طول عمره ومش هيتغير. خليك يا حبيبتي انت في امتحاناتك، دي اخر سنه، خليها تفوت على خير، وكفايه اللي حصل لنا فيه. انت بتشتغل على العربية الكهرباء يا انت؟ يعني ايه؟ يعني كل يوم جايب لي الملاليم دي؟ افرحتي دي ملاليم يا معلم؟ 16 جنيه و75 قرش ملاليم يا سلام، وبتقولها بالفم المليان؟ انا متفق معاك تسلمني 20 جنيه ليلاتي ايراد التاكس، لغاية النهاردة ولا يوم جبت الايراد ده. خلاص، يبقى التاكس ملوش لازمة، احرق احسن. يا معلم انا بشتغل من 7 الصبح ل 11 بالليل، عايز ايه اكتر من كده؟ انا حتى ما ريحتش نص ساعه اكل فيها، كنت باكل وانا سايق كمان. يعني سايب الموتور شغال على طول؟ حرام عليك يا اخي، دي فلوس ناس، حرام عليك. اول ليله جبت 15 جنيه، قلنا معلش يمكن لسه مش واخد على العربيه. تاني ليله جبت 17 جنيه، قلنا ايه يا مساهل، النهارده جيب لي اقل بربع جنيه بس. لا، 3 جنيه وربع، عشان انا متفق معاك على 20 جنيه ايراد صافي. السوق ارزاق يا معلم. لا، حلوه دي، جديده، ما كنتش اعرفها قبل كده. انت بتستعبطنا يا جدع انت. ليه بس الغلط يا معلم؟ انا بقالي 3 ايام ما باخدش اجرتي منك، كل اللي بجيبه بسلمه لك. يعني انا دلوقتي بشتغل ببلاش، بدفع من جيبي ثمن الاكل والشاي. انت هتشتكي لي همك؟ شوف، اللي بيني وبينك شرط، والشرط اخره نور زي ما بيقولوا، يا تجيب 20 جنيه ايراد صافي كل ليله، يا تشوف لك حته تانيه تشتغل فيها من غير لف ولا دوران. قلت ايه؟ ربنا يسهل. يعني ايه؟ مش فاهم. بكره باذن الله. اسم الله عليك، 20 جنيه ما ينقصوش مليم. تسمح تولعني؟ بس ما بدخنش. هو كان بيزعق لك؟ هو مين؟ صاحب التاكسي الله يخرب، ولا بلاش، استغفر الله العظيم. مين حضرتك؟ انا سواق التاكسي اللي كنت بشتغل على التاكسي قبلك، اسمي سلام. ما تخافش، احنا زمايل. اهلا وسهلا. ولا يهمك منه، ده راجل جشع، طالع واكل نازل واكل زي المنشار. مش كفايه على شغل السمسره في الاراضي والشقق، لا، لازم ينص دم العالم اللي بتشتغل عنده. تتكلم عن مين؟ صاحب التاكسي، صاحب البيت اللي انت ساكن فيه. بيشتغل سمسره اراضي؟ وبيتاجر في العمله وبيورد عمال للخارج. بقول لك ده منشار. وانت عرفت الحاجات دي ازاي؟ اقعد لما نشرب شويتين شاي واحكي لك كل حاجه. ما تخافش انا عازمك. لا مش الفكرة، بس اصل تعبان وعايز استريح شوية. تعال يا راجل اقعد، ده انا عايز انورك.
ولا علي كوبايتين شاي على خد بلبع مع الشاي. ايه ده؟ عشان تقدر تسهر وتلضم الليل بالنهار. اسمها ايه الحبوب دي؟ وانت مالك ومال اسمها؟ سميها النعناشة. ايه السهلالة؟ انت دايما بتاخدها؟ ما اقدرش اشتغل من غيرها. بس دي خطر، ده ادمان. ياه ما انا عارف. عارف؟ شاي. متشكرين يا ريس. اتعودت عليها من ساعة ما كنت بشتغل على التاكسي. كان كل ليلة صاحب التاكسي يقف لي، جبت كام قراض جبت كام قراض، لحد ما قريف لدماغي، لحد ما رجلي جت في حكاية البرشام دي. وبتجيبها منين دي؟ عايز اجيب لك. منين يعني؟ اقرب مكان الاجزخانة اللي على ناصية الشارع، بس لازم اكون معاك في الاول، اصلك زبون جديد. وعارف تلاقيها فين كمان؟ عند صاحب البيت. أنا مرة شفت معاه كذا علبة منها. خد دول هدية مني ليك. خد. طبعا دي اقراص ممنوع صرفها الا بروشيتا طبيه. طب ازاي؟ وهو اداك قرصين مره واحده؟ الظاهر صعبت عليه. ده انت صعبت عليه جدا. انت عارف يا رأفت ان علبه الاقراص اللي من النوع ده ما يزيدش ثمنها عن 30 قرش، لكن بتتباع في السوق السوداء ب 120 جنيه. 120 جنيه للعلبه الواحده؟ ومش موجوده في السوق. ده بيقول ان بيجيبها من الاجزخانه اللي على ناصيه شارعنا. ازاي اقراص ممنوع صرفها غير بروشيتا يقدر يجيبها في اي وقت؟ وزي الأجزخانة تصرفها له بسهولة دي؟ لأن الصيدلية دي ممكن تكسب من الأقراص دي في يوم واحد أكتر من اللي بتكسبه من الأدوية كلها طول الشهر. وإن في ناس ممكن تستغل حالة الإدمان ديت بتزوير روشتات الدكاترة. بيزوروا كمان الروشتات؟ المدمن ممكن يلجأ لأي طريقة. إزاي يا دكتور هشام تبقى عارف كل ده وساكت؟ مش أنا بس اللي عارف، كل الناس عارفة. واتكتب في الجرايد واتقالف في التلفزيون، والحكومه بتطارد اللي بيتاجروا في الاقراص ديت، والرقابه مستمره على الصيدليات، والمساله برضه مستمره، لان الفساد مش ممكن تقضي عليه بين يوم وليله. ايوه بس انت كدكتور وانا انت كدكتور ممكن نعمل حاجه. انا معاك، لكن اعتقد ان الحماس الفردي مش كفايه، لازم يبقى في حماس جماعي قوي. واعتقد ان تجربتك في القريه اللي انت كنت بتشتغل فيها اكبر دليل على كده. نفس الشيء هو بيتكرر بس بصور مختلفه. ادخل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. لا مؤاخذه يا دكتور، ابقى اجي لك في وقت تاني. ادخل يا عم اسماعيل. تعال عم اسماعيل. ما سلمش عليا ليه؟ اعتقد انه ما خدش باله منك. لا ده اكيد زعلان مني. عم اسماعيل. اسماعيل. ايه يا عم اسماعيل ما بتسلمش عليا ليه؟ ابدا ما شفتكش. انت زعلان مني؟ هزعل منك ليه؟ ما تخبيش عليا يا عم اسماعيل، اكيد في حاجه. انت لسه فاكرني يا رأفت؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ لا ده انت زعلان مني فعلا. فاكر لما كنا بننتظر زارة حسين؟ كنا بنحسبها باليوم والساعه. فاكر ولا نسيت؟ وده انت خرجت شوف بقالك قد ايه، ما فكرتش تزورني ولا تسال عني ولا تقول لي عملت ايه. معلش يا مسنين انا متاسف. حتى حسين بطل يزورني، ده حتى ما جاش يبارك لي على خبر جوازي من بيرلنتي. الدنيا مشاغل. ما تكملش يا رأفت، أنا عارف هتقول إيه.
الدنيا مشاغل ومسؤوليات، هو ده اللي مخوفنا اكتر ان اطلع من هنا. لا يا عم اسماعيل، انت لازم تخرج وتتجوز. الست برلانتي جت في الوقت المناسب عشان تخرج للشارع بتاعك والناس اللي بيحبوك. احلى حاجه في الدنيا انك تبقى في وسط الناس اللي بيحبوك وتحبهم. الكلام ده من قلبك يا رأفت؟ طبعا يا عم اسماعيل، انت ظروفك احسن مني. انت عارف احمد ابني عمل ايه مع الدكتور هشام؟ مش مهم احمد دلوقت، المهم انت. انت اللي ربيت وتعبت وضحيت، لازم تعيش بقيه عمرك وانت مستريح. والله خايف اموت هنا زي مصطفى الله يرحمه. انت فاكر مصطفى مات ازاي؟ انت ليه بتفكر في الحاجات دي يا عم اسماعيل؟ قول لي، احنا هنفرح بيك امتى انت وست برلانتي؟ بعد حكايه احمد ابني. نفسي اتسدت عن الدنيا. ما تقولش كده يا عم اسماعيل، اوعى تتردد واوعى تفوت الفرصه دي. متشكر قوي يا رأفت. الهرم يا اسطى لو سمحت. اتفضل. شكر. قولي بقى المفاجأة اللي انت عاملها لي هي ايه؟ ما تستعجليش، امال تبقى مفاجأة ازاي؟ لا مش قادرة استنى اكتر من كده. كلها مسافة السكة وهنوصلها. هي ايه؟ الشقة، الشقة اللي هنتجوز فيها. لقيت الشقة؟ مش معقول، وده خبر تستنى عليه لغاية دلوقتي؟ اه منك اه. انا لما اقول لك على حاجة ما ارجعش في كلامي ابدا. ضم هتفرح بشكل، اوصف لي بقى الشقة، انا مش قادرة استنى لغاية ما نوصل لها. شقة اوضتين على الشارع مفروشة اخر قباها. هنتجوز في شقة مفروشة؟ طب ومال؟ بس ده ما كانش اتفاقنا. ما هو الشقة المفروشة دي موقتة، وبعدين هندور على شقة فاضية على راحتنا. انت عارفة ان الوقت حاكمنا، المهم دلوقتي نتجوز وبعدين كل حاجة هتيجي على مهلها. طيب استاذ رأفت بقى هو اللي بيساعد علاء على المذاكرة. ما شاء الله ما شاء الله، وعلى الله يكون علاء مبيض وشنا. لا لا علاء ممتاز، عنده قدرة هايلة على الفهم والاستيعاب. ويا ترى بطل حكايه الكوره ولا لسه؟ ايه اللي حكايه الكوره دي؟ دي بقى ما اقدرش عليها. اتفضل. متشكر قوي. اتفضل. انا لسه شاري. وماله؟ ده النهارده كانه عيد، مش شايف البيت منور ازاي؟ منور باصحابه. على الله بقى ابو علاء المره دي يقعد معانا كم اسبوع كده. كم اسبوع؟ ده انا يمكن ارجع الكويت بعد يومين او ثلاثه. يومين؟ اصل جاي في مأمورية مستعجلة، يا دوبك اخلصها وارجع على طول. مش تخلي بالك يا اسطى، ده انت كنت هتدخل بالاتوبيس. حرام عليك يا اخي، ده احنا لسه عرايس جداد. معلش انا متأسف. خلاص نزلنا على منصة الشارع اللي جاي ده. حاضر. احنا وصلنا؟ ايوه. الله، دي حتة حلوة قوي، يا ريتك كنت معنا يا اما. ايوه بس هنا. سابني كام يا اسطى؟ وحضرتك مش عارفني؟ لا مؤاخذة مش واخد بالي. لا مش حضرتك أبو علاء؟ لا أنت غلطان. يا دهوتي يالي، أعمل إيه أنا دلوقتي؟ أعمل إيه أنا دلوقتي؟ بس بس يا نعيمة ما تعمليش في روحك كده، بس يا أختي لا حول ولا قوة إلا بالله. دي آخرتها كده تغدر بيا؟ ده انا عمري ما غلطت في حقك، يبقى ده جزائي. يا داوود يالي، يا داوود يالي، حد يصدق ده؟ ده اللي حصل ما يضحكيش، ما يضحكيش. شفت بابا عمل ايه؟ بس يا حبيبي قطعت قلبي. ده ورقه الطلاق. يطلقني؟ انا عملت له ايه؟ ده انا مولع له صوابع العشره شمع علشانه.
محافظة على بيته وعلى أولاده، مستعملة غربته، شايلة الحمل كله لوحدي، مضحية بكل حاجة علشانه، يبقى ده جزائي؟ حد منكم يقولي أنا غلطت معاه في إيه؟ ابدا يا حبيبتي، ده انت ست كامله يا اختي، محدش يقدر يقول عليكي حاجه ابدا. دي وزت شيطان لعب بدماغه. اخر مره زرنا فيها ما كانش على بعضه زي اللي يكون عامل عامله، ما كانش قادر يبص في وشي، دايما عايز يخرج من البيت ومستعجل على السفر. انا قلبي كان حاسس، ان في حاجه. مش انا قلت لك يا ست حميده؟ مش انا قلت لك حد يا اختي كان يصدق؟ حضرتك بتفهمني وترد على اسئلتي؟ تقدر تقولي ليه بابا طلق ماما وسابها؟ انا هقول لك يا علاء. ابوك كترت الفلوس في ايده وبقى له حساب في البنك. لما كانت الفلوس قليله معاه كنا ملمومين على بعض، وكان البيت بيت بحقه حقيقي. كترت الفلوس في ايده نسي البيت ونسي ولاده ومراته، وعينيه زاخت على واحده تانيه. انا يوم ما شفته في التاكسي وعرفته بنفسي توقعت ان ضروري هيحصل حاجه، بس ما توقعتش بالسرعه دي. قطع عرقي وسايح دم. ايه اللي بيحصل ده يا عم حسين؟ ربنا رحمته كبيره. طب والست الغلبانه دي تعمل ايه بولادها؟ تصرف عليهم ازاي؟ تكفي طلباتهم منين؟ الحل الوحيد انها تشتغل. ما هي ما تشتغل؟ لازم تشتغل ويبقى لها دخل تصرف منه هي واولادها. لازم تبقى حرة نفسها. اكتر حاجة بتذل البني ادم يبقى قاعد مستني معونة من ده ولا من ده. كلامك مظبوط، لكن نعيمة تشتغل ايه؟ ده ما تعرفش حاجة في الدنيا غير شغل البيت. لا ممكن تشتغل يا حسين، ممكن. انا هدور لها على شغل، وانت عليك انت والست حميدة تقنعوها بالفكرة. ايه رأيك؟ من زمان وانا ما شفتكش متحمس كده. حكايه الست دي؟ لا ارجوك يا اساسا ما تفهمنيش غلط، دي ست بتعيش مشكله فظيعه هي واولادها. طب دي فهمناها، لكن انت متحمس قوي كده ليه؟ لاننا اذا كنا نقدر نصلح الغلط ليه ما نصلحوش؟ ليه نقف نتفرج عليه؟ ليه نستسلم للغلط؟ ده رأفت بتاع زمان. بقى معقوله يا راجل تغيب عننا المدة دي كلها وبعدين تيجي تكلمني في موضوع زي ده؟ هو الموضوع ده مش مهم ولا ايه؟ لا ازاي مهم طبعا، انا بس زي ما تقول كده مندهشة وكمان زعلانة منك. معلش يا اساسا مش وقت العتاب دلوقتي. طيب انت تقترح ان صاحبتك دي تشتغل ايه؟ اولا دي مش صاحبتي، دي جارتي. ثانيا انا بقول اذا كنت لسه محتاجة حد يقف مع الزباين يبقى لهم، أنا متهيألي إن دي بالتدريب ممكن تبقى أحسن واحدة تناسبك. خلاص أنا موافقة، بس أنت عارف شروطي. من ناحية الأمانة مفيش أحسن من كده. أوكي. أنا متشكر يا أستاذ سامي، على إذنك بقى. خلاص بس كده؟ أصل أنا سايب التاكسي بره، هاخد لفتين وأرجع أطمن نعيمة بالخبر ده. سلام عليكم. فين مفاتيح التاكسي؟ معايا. وريني كده. طب اتفضل بقى. يعني ايه؟ اتفضل ما تلزمنيش. ازاي هو كده ما تلزمنيش؟ السواق اللي يشتغل معايا يسمع كلامي يشوف له حته تانيه يشتغل فيها. انا اتفقت معاك عايز 20 جنيه ايراد التاكسي كل ليله، جايب لي 16؟ هعمل ايه يعني؟ هسرق الناس ولا اخد الفلوس منهم بالعافيه؟ وبعدين كفايه قوي 400 جنيه ايراد التاكسي. هتحاسبني ولا ايه يا جدع انت؟ الفلوس دي فلوسي والعربيه بتاعتي وانا حر فيها. اتفضل اطلع بره. ظهر في غلط في الحساب. ايه ده؟ بتعمل ايه؟ انا اشتغلت اربع ايام ما خدتش ولا مليم اجر التعب وشقايا طول اليوم. اظن دول اقل مبلغ ممكن اخده. وانا كمان هتاكل حقي. بتسرقني يا جدع انت؟ هات الفلوس احسن لك. انا اللي بسرقك ولا انت اللي بتسرق الدنيا؟ كفايه انك بتتاجر في السموم. انت بتقول ايه؟ امشي اطلع بره. انا هبلغ البوليس. لو كنت شاطر. انت بتتحداني؟ اتحداك ايه؟ هو انت تطلع ايه؟ ده انا ادهشك بجزمتي. اطلع بره.